صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سانك سانك اليوم البنات، انا فقت جمعت الدنيا، ما بغيتش نشارك معاكم الروتين، فالروتين ديالي راكم عرفتوه. جمعت الدنيا، جمعت الدار، دوز داك الجفيفي في حاشا وجهكم، يعني الدار والطواليت وداك الشيء، جمعت الكوزينه ديالي. ومن بعد ما ديت ولدي للمدرسه، جيت كملت الكوزينه وداك الشيء وديتو للمدرسة، البنات يمشيو للمدرسة، راجلي يمشي للخدمة. واليوم قررت ندير ليهم الغداء ديالهم. الدريات باغيين الكغاطا ديال لي باب، ديك الفيس، ونات باش نديرو لهم ان شاء الله الا كتب الله. وغادي ندوز معاكم، ندير معاكم فيديو ديال ماشي نهار كامل، ولكن نشوفوا البروغرام ديال النهار شنو كاين. دابا ملي كنهز الكاميرا ما كنكونش مبروغرامي شنو غادي ندير. غادي نبداو بعدا بالكغاطا ونكملوا ان شاء الله. خليكم معايا، نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. هنا البنات، هنا درت البصله، هنا البصله والثومه والربيعه. البنات غادي نردهم يتشحروا. غادي ندير شويه زيت البلديه، وغادي ندير شويه زيت الروميه. غادي نبقى خدامه معكم بشويش، ما حتىش المقادير، لان غادي ندوي ونقول. هنا درنا شويه الزيت البلديه والزيت الروميه، وهنا يا البنات غادي ندير شويه البزار، شويه سكنجبير، شويه الخرقوم ديال العواد، شويه الملح، شوية الملون الغذائي. هذه هي العطرية اللي غادي ندير مع هاد البصله، غادي نردها تشحر البنات، ومن بعد غادي نزيد لها عليها الكفته ديالي. هنايا ها انتما لي بات اللي غادي نديرها البنات. غادي لي بات الفيس، عندي هذه وعندي هنايا حتى هو الفيس كنبقى لي. ثوما بقى ليا هنايا، فغادي نرد داك البصله طيب، نطيح البصله ونزيد عليها الكفته، ونكمل معاكم البنات المراحل ديال هاد الكغاطان ديال لي بات. وهنايا البنات ها نتوما كيفاش كتشوفوا، هنا راه درت الكفته، طيحت البصله ودرت الكفته. نتمنى البنات يبان لكم اليوم راه صباح، شويه رجوم مضبب عندنا هنا في الدار البيضاء. انا راه شاعله البول ديال الكوزينه، البوله ديال الكوزينه، وشاعله هذه البوله البنات، ها نتوما غادي تشوفوها دايره بوله حدا راسي، ما عرفتش غتبان لكم ديك اللي كتنقل باش تعطيني الضو. ها نتوما راه الجو زعما مضبب دابا، راه يلاه 9:30 ديال الصباح والجو مضبب. ها نتوما انا راه عندي الشراجم ديال الكوزينه، ولكن التصوير شويه مضبب. نتمنى يبان لكم كل شيء. كما قلت لكم هنا طيحت البصله، درت فوق منها الكفته، ها هي. دابا غادي نزيد الصوص ديال المطيشه، كل واحد يستعمل اي صوص كتعجبو، مطيشه الحاك، صوص جاهزه، مطيشه مطحونه ومصوبه، كل واحد كيدير الاختيار ديالو. انا درت مطيشه، عندي مطيشه هذيك الصلصه الجاهزه فدرتها. الانسان كيفاش كيبغي يصاوب شي حاجه مزروب. اليوم البنات عندي النهار كامل عامر، يعني عندي شحال من حاجه باقي خاصني نطوي نطيب الغدا هو الاول. باقي غادي قلت غنشارك معكم واحد الكيكه العاديه اللي كيديروها المغاربه كاملين، ماشي شي كيك زعما غالي ولا شي حاجه، كيكه كيبغيوها ولادي مع اتاي، قلت غادي نشاركها معكم. وغادي نشارك معكم نديرها الكوتي بحكم انا ولادي ما كيجيو حتى للستة ونص، عاد كيمشيو للسوايع، فنبغيهم ياكلو، كنوجد ليهم الماكلة. ندير معاكم كيكة ان شاء الله، وغادي ندير معاكم البغريرة البنات، كيكة والبغرير غادي نشاركهم معاكم. يلاه فكرت فيهم دابا، يا قلت نديرهم. وعندي الحوايج خاصهم يتطواو، عطى الله البنات، عطى الله والله، شحال من حاجة خاصنا نبقى نديرها. انا من النوع اللي مثلا نعش البنات في وسط النهار، مثلا نعش وعزيز عليا، يعني عزيز عليا نهبش، ما كنبغيش نخلي شي حاجه ما نقاداش،
ضروري كل حاجه تكون في بلاصتها. وراه شوفوا الفيديوهات ديالي وشوفوا كيفاش راه غادي يبان لكم بزاف د الحوايج. انا من النوع اللي يعني ماشي غادي نشكر لكم راسي، ولكن ماشي غير نقيه، فوت النقالي، والناس اللي تيعرفوني راه عارفين نبغي كل حاجه تكون في بلاصتها، كل حاجه هكاك الطبع ديالي، كل حاجه تكون في بلاصتها، تكون منظمه. دابا البنات هنا راه درت هنايا، راه درت البنات الصوص، غادي نغطي عليها وغادي نخليها طيب ونكمل معاكم. وهنايا البنات بعد ما طاب ليا لاصوص ديالي، ها هو طاب. هنا البنات راه الحليب درته هنايا، غادي ندير واحد الصوص ديال البيشاميل جاهزه، هي اللي غادي ندير فيه، غادي نوريها لكم دابا. هانتوما البنات هاد الصوص، درت ديال دامتي صوص جاهزه هنايا، غادي نخويها فوق في الحليب. وغادي هذا هنا عندي اطرود الحليب في هاد الساشي، هانتوما كيفاش كترى تقراو الكيفيه ديال الاستعمال ديالها. هنا هانتوما اطرود الحليب غادي نخوي فيها الساشي. انا غادي نزيد واحد شويه ديال الثومه اللي غادي نحكها في البيشاميل وصافي. وخليكم معايا باش نكمل معكم، باش نكمل لي بات ديالي الكغاطان ديالي. ومشيت سخرت البنات، غادي نوريكم هنايا. ومشيت البنات مشيت خرجت البنات، مشيت نجيب البيض ومشيت نجيب العسل البغرير. عندي البنات داك العسل ديال الرابعه ولكن ما كيعجبنيش، ما عرفتش علاش دغيا كيجمد ليا. ها نتوما البنات هذا العطار كيصوب هذا العسل، كتصوبوا له مرتو، هو اللي هي اللي كتصوب ليا هذا العسل، فوصيتو جابوا ليا. ها نتوما هذه القرعه كدير 12 درهم، فيها ايترو ديال العسل، كيعجبني كتجيني، كديرو هي بالنكهه ديال الليمون كيجي زوين. خرجت وصيتو لقيتو جابوا ليا، وجبت من عنده البيض البنات. وطرقت هذاك اللي كيبيع المنظمات ب 5 دراهم، لقيتو كنت موصيه البنات على هاد المنظمات الثلاجه. ها نتوما كيف كتشوفوا، خديت هاد جوج د الالوان، نتمنى يبانوا لكم، كانوا عاجبيني البنات، لان الاغلبيه ديال البنات والاغلبيه ديال الناس دايرينهم في الثلاجه ديالهم وعجبوني الصراحه. كنت كنقلب عليهم، كنت مشيت صومتهم واحد النهار ولقيتهم يقدروا ب 13 درهم ولا مع 14 درهم وصافي. رجعت ما كانش عندي، ما كانتش هازه معايا زعما الفلوس الكافيين، ورجعت ومشيت دابا عنده لقيتو جابهم ليا، حاطهم ليا انا وشي ناس موصينهم عليه. ها نتوما هنا خديتهم ب 5 دراهم الوحده، 5 دراهم البنات للوحده. هنايا خديت في الابيض وخديت هاد الخديطه المفتوح. ها نتوما هنا خديت البنات 5 في هاد اللون، وخديت 5 في الابيض. انا غير قدرت وصافي، ولكن غادي نجربهم في الثلاجه وغادي نرد عليكم. ونصب غادي نمسح الثلاجه دابا وندير فيها الخضره ونصورها لكم، عاد نكمل الكغاطا ديالي ونكمل معكم النهار. خليكم معايا البنات. وهنايا البنات ها نتوما انا مسحت الثلاجه ديالي، نتوما كتشوفوا هذوك المنظمات بحال دابا مثلا بحال خيزو، داكشي درت له السلوفان من الفوق، بحال الحاجه اللي غادي تدير درت ليها السلوفان من الفوق بهذه الطريقه بحال هكا. نبقى غير نقعد السلوفان بحكم ان ايدي بوحدي، ما حتى واحد ما تيطيب معايا غير انا اللي كنطيب. هانتوما البنات هنا راه ما بقاتش عندي زعما الخضره، باقي ما تقديتش، عندي الخضره غير قليله، داكشي اللي بقى عندي ما تقديتش هاد السيمانه. هانتوما يلا غادي نتقدى ان شاء الله، حيت راجلي ما كانش بسالي، كان مسافر. هانتوما وعاودت مسحت الباب وستفت هادو. هادو البنات ما شاركتهمش معاكم، هادو حتى هما جبتهم من عند هذاك السيد مول 5 دراهم. هادو البنات هانتوما هادو حتى هما 5 دراهم كبار بالغطيان ديالهم، يدير فيهم بنادم اللي بغى. هانتوما انا دايره هنا الكوفيتير الفرماج، هنا الفرماج الاخر. هانتوما كيفاش دايرين، حتى هما كيتباعوا، كاينين طوال البنات وكاينين اللي بغاهم دايرين، حتى هما 5 دراهم عند هذاك اللي كينظم، اللي عنده كيبيع منظمات ديال الكوزينه، يعني كلشي ديال الكوزينه ب 5 دراهم. ايوا البنات هذه هي منظمات اللي بغيت نشارك معاكم، واللي شريتهم فجاه ما كنتش معوله عليهم، غير مشيت نطلقيت وجابهم لي. ودابا ان شاء الله غادي هانتوما كتشوفوا لي بات ديالو، داكشي راه غنبدا نصاوب باش نصاوب هذه الغدا. والشباكين اللي حيدت من
من الثلاجه صافي غادي نحيدهم، غادي نستعمل منهم غير جوجات خضر تحت هاد البوطاجي ننظم فيهم شي حاجه، وواحده مهرسه اللي غادي نلوحها المعرض جوج وصافي. انتم البنات هنايا غادي نلوح هذاك الشيء كامل اللي ما لايقش ليا وصافي، خليكم معايا باش نطيب لولادي الغدا ونوريكم الكغاطا اللي صاوبت لولادي وتشاركوا معايا ان شاء الله اللي بقى في النهار. وهنايا البنات قلت غادي نصاوب الكيك هو الاول، عاد ندخلو يطيب باش يبقى لي الفران سخون، ونحيد الكغاطان خاصني ضروري نحطو. يعني كيفاش غادي نقول لكم، غادي نحط الكغاطان غير دخل ولادي خاصني نحطو. دابا تقريبا شي 11 دابا ونص، قلت نصبق لك الكيك هو الاول حيت عرفتو الكيك انني ملي كديريه ما كيبقاش يبغى يتحل، زعما تحلي الفران وسدي، غادي نخشي الكيك هو الاول عاد ندير الكغاطان في الفران. هانتوما هنايا البنات غادي ندير غير كيك عادي، كاس ديال الزيت من الصباح البنات وانا كنجري، والله ما جلس مني فقت، خرجت سخرت صوب الثلاجة كيف شفتو في الفيديو، جري من هنا جري من هنا، لا اله الا الله. عندي ندير الكاس ديال دانون، درت دانون البنات والبيض والزيت، غادي نزيدو سنيدة، كاس ديال دانون، ثلاثة ديال البيضات، كاس ديال الزيت، وكاس ديال سنيدة، جوج قطرات ديال الخل كيزيد في التخمير وكيحيد حتى ديك الزفورية ديال البيض اللي كتكون في الكيك. غادي نحك الحامض، من الطبع ديالي عزيز عليا الحامض والليمون في الكيك كيعجبني. غادي نحك الجلوف ديالو بحال هكذا ما نوصلش للبلاصه ديال المروره. الجو عندنا مظلم شويه، الجو عندنا مظلم البنات شويه، غادي ندير واحد القبصه ديال الملح كنديرها غادي نطرب البنات بحال هكا غيدي بحال هكا. هنا المول البنات راه دهنتو، غندير هاد المول، هاد المول ديال الورده هنا راه دهنتو بالزبده، يعني غادي ندير لي غول في الراس. غادي نطرب مزيان هاد الخليط ديالي مزيان غير بيدي بحال هكا، وغادي نزيد له الفرص وغادي نزيد له الخميره البنات. نطلع البوطه البنات مع خليت غير بطه تسلق لي، يدي هنا ويدي هنا، تعرفوا المراه المغربيه ولا الانسان راه خاصك ديري هذه وديري هذه. كتبغي ديري بحال هكا مره مره الكاسكروت، هي ماشي ديما غادي تصاوبي الحق يتقال، ما نقدرش نقول ان يوميا كنصاوب الكيك ولا يوميا كنعجن المسمن ولا يوميا كندير البغرير، مره مره ماشي زعما يوميا ولكن مره مره حيت راه تعياي، مره كنشريو مره كنصاوبو كل مره واشنو كنديرو غاديين مع الوقت. هنا البنات عندي الفرص راه عندي مغربل، انا كنديرو هنا الكيك دايره فهاد السكيرة على قبل الكيك مغربل، غادي ندير الفرص القياس ديال الفرص، وغادي ندير الخميرات ثلاثه الخمارات، عندي المول ما نظنش كبير ولكن بينو بين ما كبير ما صغير،
هذا غير الكيك العادي اللي كيدير الانسان، اي واحد كيعرف يصوبو. انا راجل ديال البنات ما عنديش عليه داك الكيك اللي كيكون مثلا عامر من الداخل او فيه الفلون او فيه داك ديال القدره، او كيبغي كيكه عاديه. كيقول لك الا بغيتي تصاوبي بغيتيني ناكلها ديري لي الكيكه العاديه، ما ديري فوق منها حتى حاجه غير اللي دهنتها لي مثلا بالليمون ودرت فوق منها شي حاجه، ولكن التعمار ولا الفلون داك الشيء ما كيبغيش البنات، كياكلوش معانا كاع. ولا كاع عاوتاني عزيز عليهم الحاجه عاوتاني اللي مزوقه والحاجه اللي عامله، عندها تناقض في هذا الدار، كل واحد شنو كيبغي. غادي نخلط الخليط ديالي البنات، وغادي ندهن المول ديالي في الفورص، غادي نخويه وغادي ندخل الكيكه ديالي طيب. خليكم معايا. وهنا البنات ديالي هانتوما من بعد ما دخلت الكيك للفران غادي نوريكم، وجدت في نفس الوقت وجدت الكراتان ديالي، ها هو درت له البيشاميل من الفوق. هادو البنات صوبتهم من راجلي، خليتهم لي بحكم انني ما غنديرش العشاء، يعني غادي نخلي ليه العشاء ديالو صافي، وغادي ندير غير كما قلت لكم الكسكروت وصافي. هانتوما شفتو غرقتو بالصوص ديال البيشاميل، هذيك الصوص راه زوينه البنات، ديال دامتي ولا ديال كنور راه زوينه، واللي بغى يديرها لراسو ماشي مشكل، الانسان كيمشي على الموجود. دابا غادي ندخل الكراتان ديالي للفران ومني يطيب غادي نوريه لكم. وهنايا البنات غادي نوقفو غادي نصاوب البغرير ديالي. ها هو هنا البنات عندي ربعه السميده ديال الحلوى اللي هي جوج كيسان ديال السميد الحلوى، غادي ندير الفورص، عندنا وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه تقريبا سته العواشق ديال الفورص، اللي هما كاس كبير عامر ديال العنبه، غنديروا الملح، غنديروا الخميره، تقريبا عاشقه صغيره ديال الخميره، هانتوما البنات غندير انا الماء بارد دروبيني ماشي الماء دافي، انا كنعجنو بالماء بارد. شفت واحد السيده صوباتو بالماء بارد وجا زوين، فبقيت كندير هاد الطريقه. كاس ديال الماء هو الاول، كاين اللي كيدير فيه شويه د الخرقوم على حساب اللون، وكاين اللي كيدير فيه زعما كل واحد الطريقه ديالو، كاين عاوتاني اللي كيدير فيه شويه الخل باش زعما يدير العيون بزاف، يعني يخمر مزيان يكتمل في الخميره ديالو. انا البنات هذه هي الطريقه اللي كندير انا، كنت كنعجنو بالماء دافي، ولكن ملي شفت واحد السيده صافي ما بقيتش كنعجنو بالماء دافي، وليت كندير الماء البارد ديال الروبيني. هانتوما البنات غادي عندنا هنا تقريبا شي جوج كيسان ونص على حسب، حيت بعض الخطرات البنات الفورس كيكون الجوده ديالو زوينه ما تياخذش الماء بزاف، وكاين خطرة اللي كيكون الفورس اللي كدير غير القياس والسميده. دابا راه شي جوج كيسان د الماء كبار ونص، وانا البنات كنعجن البغرير غير الابيض، يعني كاين اللي كيدير دابا ولا البغرير دابا البريستيج ولا بالالوان بالكاكاو ولا بالملونات، ولكن انا ما كيعجبنيش. انا مشيت عند شي ناس وما عمرني ما درته، ولكن مشيت عند شي ناس كنت جربت هذاك اللي بالكاكاو، يا ربي جربته ولا ديك لوه، ولكن انا ما عجبنيش. فاحنا نبقاو في العادات ديالنا والتقاليد ديالنا، حنا كنعرفوا البغرير ابيض البنات فيبقى ابيض كيما ولفي. مشيت عند شي ناس البنات وحطوا داك الصغير في الالوان، ما كليتوش البنات، كليت الابيض ما عرفتش، يمكن انا متاخره ولا ما عرفت، ولكن كنقول داكشي اللي كيبغي لي خاطري، كنعرف البغرير البلدي البغرير المغربي صافي. هنا البنات هانتوما هاد العجينه ديالي عجنتها غير بالطراب ديال الليل. دابا صافي البنات راه هي هذيك، غادي نغطي السوبيره ديالي وغادي نطرفها غير في الكوزينه وغادي نخليها حتى تخمر
تكمل معاكم. وهنايا البنات الكيك ديالي ها هو خرج. انا راه ما كنطيبش الكيك يعني بزاف حتى كيتحمر يولي احمر. ها نتوما نوريكم الوجه ديالها التحتاني، ها هو محمر. فهنايا صافي هو هذاك، غادي ندير له الكوفيتير د المشماش. كل واحد يدير باللي عنده، اللي عنده غير العسل راه يمكن يديرو. انا البنات غادي ندير هنا الكوفيتير د المشماش، كيعجبني وكيعجب وليداتي. انا قلت كما قلت لكم هذا كيك كيك عادي، يمكن اي واحد يدير ليه اي حاجه بغات له خاطره، ماشي شي حاجه، ماشي بالشرط انني نمشي نشري شي حاجه ولا. انا كنقضي باللي كان اللي عندي، كنقضي به، اللي ما عنديش شافني الله فيه. حاجه من تكون عندي راني تنديرها، مني ما تكونش عندي ما منكلفش على راسي ونمشي نقول لا وما غنصاوبش الكيك الا ما كانتش عندي. هاد من طبيعه الناس اللي عندهم واللي متوفره عليهم ما عندوش، ندوي على الفئات اللي بحالنا. حاجه ملي كتكون موجوده راني كنديرها، ما كتكونش موجوده راني كن. هنا البنات من بعد ما دهنت بالكوفيتير ديال الكوفيتير ديال المشماش، سمحوني البنات، غادي نزوق هنا بالفيرميسيال الشكلاط بيضه وكحله مخلطه عندي. هادي كنبغي نديرها لوليداتي بحال هكا. الدراري عرفتوا الدراري كيبغيو شي حاجه مزوقه. دابا راه دخلت البنات الكغاطان، دخلتو ملي خرجت الكيك دخلت الكغاطان، دخلتو عندي الفران ثاني ونوريكم حتى هو كيفاش جا. هادشي كلشي البنات انا درتو في الصباح، حتى من البغرير كيف وريتكم راه درتو دابا، عجنتو خليتو، ولكن درت فوقي شويه الخميره باش ما نطيبو حتى عندك الثلاثه. نشقى في الصباح باش يبقى لي العشيه باش نقضي فيها الشغل الاخرين اللي باقي ليا. واقفه واقفه كنقضي كلشي، واخا بنادم كيضرب تماره وداك الشيء فهمتي، يعني كيبقى واقف واحد المده، ولكن داك الشيء اللي عطى الله ما كاينش ما حسن، والحمد لله والشكر لله. الله يعطينا غير الصحيحه باش نوقفو، فكنحمد الله ونشكرو الفضل ديالو، اللهم لك الحمد. البنات هانتوما انا زوقتها هنايا، غادي نزيد غير شويه الشوكولا. هنا هاد الشوكولا كما قلت لكم محكوك، كنخليه على حساب الكيك، حتى هو كيعطي واحد النكهه ديال المروره. وصافي يا البنات، هذا هو الكيك المتواضع ديالي ديال اي مغربي على قد الجهد، ماشي شي حاجه، ولكن الحمد لله والشكر لله. من بعد نوريكم الكيكه ديالي كيفاش تقطعات وكيفاش جات من الداخل. دابا غادي نديرها في البواطه ديالها البنات، وغادي نسد عليها وغادي ندخلها للثلاجه. وهنايا البنات انا حطيت الكغاطان ديالي، ها انتم كتشوفوا وليداتي، راه بنتي جات وعبد الله، وبقى بنتي الكبيره باقي ما جاتش. ها انتم حكيت عليه، فتح حطيته البنات من الفران، حكيت عليه الفرجه الفرماج موتزاريلا. هانتو كيفاش جا الكغاطان ديالي، نتمنى يعجبكم. غديوه ديال الوليدات، ديال الانسان ياكلها ويفرح مع وليداته وصافي. حنا كنحاولوا اننا كل مره نديروا حاجه على قبل وليداتنا ولا. وديال راجلي طبعا راه هانتوما البنات خليتو حتى يجي في الليل، عاد ان شاء الله نطيبو ليه، عاد ندير ليه الفرماج. ايوا بصحتكم البنات الغدا ديالكم، وتا انا بصحتي انا وليداتي، ننسال ان شاء الله غادي نكملو الفيديو باذن الله. وهنايا البنات بعد ما ديت ما عطيت لوليداتي يتغداو، حطيت ليهم يتغداو، سمحوا لي البنات راه مشى لي الصوت من التليفون. ديت عبد الله المدرسه ولبست لي حوايجو وديتو للمدرسه، عاد رجعت كنطيب في البغرير ديالي. ها نتوما ها هو بديت كنطيب هنايا قدامكم، كندير في المقله وكنطيب. ها نتوما كما كتشوفوا راه كنطيب وكنحط فوق الطابله لهي كما شفتوا، فرشت السربيت فوق الطابله وكنحط فوق منها البغرير باش ما يعرقش ليه وباش ما يديرش. هنا البنات راه طابلي البغرير وصوبتو في الطبسيل، ها نتوما تشوفوا البغرير ديالي كي جا على مزويناتو بالسميده والفورس كما شفتو، جا خفيف زعما خفيف وزوين.
وكل واحد هو كيفاش كيدير البغرير ديالو. دابا انا راه حطيته في الطبسيل ورديت العسل وداكشي وجدته ليه بين ما ندوش البنات. غادي غطيته بالسربيته هنايا، غادي نمشي ندوش البنات. انتوما دابا راه شي تقريبا شي الربعة ونص بحكاك، الخمسة الا ربع، عبد الله ما كيجي حتى الخمسة ونص. هنا البنات وجدت الدوش ديالي كما شفتو. انتوما راه حاطه الكرسي ديالي شامبوان وحاطه باش كنغسل كما كتشوفوا. غسلت غير في الدوش د بناتي، ما غسلتش في الدوش ديال بيت النعاس، خسر لينا الروبيني البنات. هنا البنات بغيت نشارك معكم هاد الصابون البلدي ديال ارغان. راه عرفتي البنات راه غزال صابون بلدي ديال ارغان ديال الحمامه، راه معروف. وهنايا البنات هانتوما، هذا راه الثمن ديالو كيكون ما بين 17 درهم حتى 20 درهم كما شفتو. كيكون عند العطار الكبار، ولا تيكون عند دوك سميتهم اللي كيبيعوا دوك المواد ديال الصحراء، ودوك التعاونيات تيكون عند موالين التعاونيه. هانتوما كما شفتو اللون ديالو بالارغان زوين اللحم، نتوما عارفين ان ارغان كيف زعما زوين. هذا ديال العكر الفاسي البنات، تاج العروسه راه معروف. هذا حتى هو كيدير 17 درهم، هاد الماركه راه معروفه، يعني اللي بغى ياخذو ياخذ هاد الماركه اللي فيها العروسه، راه معروفه تاج العروسه. هاد ارغان البنات راه يعني زوين مفيد، كنعرفوا ارغان انه مزيان للجسم ومزيان زيوت ديالو زوينه وكلشي للتبييض للجمال. فقررت انني ناخذو دابا بحكم ان كنت كنغسل غير بالصابون البلدي العادي البنات. مني شفت هادو وقالوا لي الناس الاستعمال ديالهم زوين وكيبيضوا كيصفيو، وليت كنديرهم البنات هانتوما. وبحكم ان احنا المغاربه، فالا ما الانسان الا ما حكش ما مشاش للحمام وخرج له الوساخ، ولا غسلتي بالدار وما خرجش لك الوساخ، بحال ما درتي والو. الحمد لله مولفين تنغسلو مولفين تنحكو، خاصنا حك يا ما تحك، حك يا ما تحك، ضروري نحكو. الا خرج داك الوسخ عاد كترتاحي مع راسك، عاد كتعرفي راسك راه انتي دوشتي، عاد كتعرفي راسك راك تدوشتي وارتاحيتي. انا بحال هكا حتى انايا، الا مشيت للحمام وما ناضتش لي الوسخ كنتعصب، ولا دخلت للدوش وما ناضتش لي الوسخ ما نقولش لكم. حنا دينا دابا على بحال هكا، الحمد لله ونشكرو يعني مغاربه دينا على بعض، دينا حنايا اننا نحكو وخرج لينا الوسخ. فكنديروا هذا الصابون الزوين، الانسان يشريه ويحطو، راه هذا الحك تدي لك مده طويله، يعني اللي يدي ولا حتى اللي عنده الوليدات ماشي مشكل، يشريه بنادم ويحطو عنده. كما قلت لكم راه الثمن ديالو ماشي شي ثمن، يعني ما بين 17 درهم حتى ل 20 درهم البنات. ايوا البنات كما كتشوفوا انا وجدت كل شيء ديالي، دابا غادي ندخل ندوش ان شاء الله، عاد نمشي نجيب عبد الله من المدرسه، عاد نوجد لوليداتي الكاسكروت. راه كلشي وجدته من الصباح وانا كنجري، عرفتي من الصباح راه عرقت وعرفت بنادم من الصباح مع الطياب ومع داكشي كيفاش غادي يكون. صافي البنات هنايا البنات، من بعد ما دوشت وساليت وخرجت مشيت جبت عبد الله من المدرسه، راه خليته في البيت كيحفظ. حطيت الكاسكروت ديالي وراجلي راه حطيت له الماكله ديالو في الفران، شعلت عليه حتى قرب يدخل. هنايا هانتوما الغطا قرب يدخل، وهنايا الفطور ديالي هانتوما الكاسكروت ديالي البنات. الكيكه ديالي كما شفتوا ها هي الكيكه اللي شاركت معاكم، غادي نقطعها البنات واخا شاده التليفون غير بايد واحد، غادي نقطعها لكم باش تشوفوا كيفاش جات. هانتوما البنات كيفاش جات بالريحه ديال الحامض، جات غزال ما كاين ما نقول لكم. والبغرير ديالي شويه ديال الحرشه وبريري ديال الاتاي ديالي بالنعناع وباريزيان، وكتعرفوا شويه ديال الفرماج، شويه الكوفيتير، شويه الزيت والزبده، داكشي اللي قسم الله هو اللي حطيت ليهم. بحكم انني غادي ندير الكاسكروت والعشاء، غادي يجيو الدريات من المدرسه ما بقى لهم والو، يدخلوا كياكلوا كيمشيو للسوايع ديالهم، انا كيجيو كنعاون نعطيهم شي حاجه اخرى، ولا شويه ديسير ولا شي حاجه اخرى، ولا لا جاب ليهم باباهم شي حاجه اخرى عاوتاني تياكلوها. وراجلي راه الكغطان ديالو راه كيطيب في الفران كما وريتكم، حتى هو غادي نحط له العشاء ديالو. وصافي البنات هذا هو الكاسكروت ديالي الكوتي اللي شاركت معاكم البنات.
قلتي على قد القياس يعني على الجهد ديالي، ما عاديش نقول لكم بنادم تيدير قدر المستطاع اللي عنده، يعني مره كيدير الانسان الكوتي، مره تيدير العشاء، مره وغادي بحال هكاك. الحمد لله ونشكروا الفضل ديالو، اللهم لك الحمد. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، وبالسلامه عليكم البنات، خليتكم على خير.